ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد على القناة، وهيكون فيديو جديد من نوعه. هنعمل مع بعض اعمال يدوية، هيكون اول فيديو اعمال يدوية ليا على القناة، وكمان هيكون اول فيديو تحدي مع قناة سوبر موني. قناة جميلة جدا، وصديقتي وحبيبتي أماني من اسكندرية، أكيد طبعا كلنا عارفينها. قناتها متنوعة جدا، وهي كمان هتعمل معايا منظم لدرج الشرابات. طبعا هي أحسن مني في الأعمال اليدوية بكتير، أنا لسه بتعلم منها. يا رب يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من قناة بيتي جنيتي. النهاردة فيديو جديد ومختلف عن كل الفيديوهات اللي بنعملها مع بعض. فيديو اعمال يدوية، هيبقى اول فيديو ليا في الاعمال اليدوية، حاجة كده هنعملها في البيت، ومن حاجات برضو موجودة في البيت بدون تكاليف او من غير ما نشتري حاجة من بره. المهم بصوا، الدرج ده درج كومودينو، وفي زيه كده عندي في درج التسريحة برضو. اهو بصوا ده شكله. فاحنا انا هعمل دلوقتي منظم للدرج ده. الدرج ده انا كنت بحط فيه الشرابات، فانا عايز اعمله منظم علشان الشرابات كانت بتبقى متبهدلة كده فيه، ومهما اطبق فيها برضو ايه اللي بيجي ياخد شراب بيبوظ كل حاجة. تمام، فانا فكرت ان انا اعمل منظم للدرج بحيث انه يبقى شكله شيك ومنظم، وفي نفس الوقت لما عيني تقع عليه كده ما تخنقش واقول ايه ده. فجبت الكرتونه دي، بصوا كرتونه اندومي او زي ما انتم شايفين. هناخد المقاسات في الاول، مقاسات الدرج. الجنب ده نشوف مقاسه كام، اهو بالشكل ده، او الجنب ده اهو هنشوف مقاسه كام. اربعة ونص او اربعة ونص. تمام، يبقى ده كده برضو اربعة ونص، وده كده كام؟ تلاتة ونص. والتاني كام؟ الجنب التاني عامل خمسة ونص. تمام، هاخد بقى الارضية بتاعته. الارضية بتاعته 12 و يعني قولوا 13. حلو، 12 كده وسنتي كده يبقى 13. تمام، انا هقص دلوقتي الكرتون على مقاسات الدرج وهوريكم ازاي. وهنشوف الطول بتاعه كام. 11 ونص. تمام، لا 10 ونص، الطول بتاعه 10 ونص. تمام، او العرض، يعني العرض بتاعه 10 ونص. فاحنا كده خلاص خدنا المقاسات، هنقص بقى الكرتون. ودلوقتي انا قصقصت الكرتون زي ما انتم شايفين كده، عملت المقاسات بالعرض وبالطول وقسمته بالشكل ده. وبعد كده هبدأ ألزق بالشمع، او لو عندك اللي هو البلاستر اللي هو بتاع البوية او الكرتون ممكن تجيبيه، انا هعمله بالشمع. اهو هبدأ ألزق كده، لزقت دول كده، وبعد كده هلزق دي ودي بالشكل ده.
عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعمل حاجه عمليه يدويه، تمام؟ فانا بعمل على قدي، حلو. فاللي هيعجبه المنظم ده هو بسيط جدا وامكانياته بسيطه قوي، علشان ايه انا لسه ايه يعني اول مره اعمله كده، فبعمل حاجه بسيطه، تمام. لكن المحترف بقى، المحترفين هيبقوا بيعملوا بامكانيات احسن من كده، بس مش مشكله يعني، واحده واحده والدنيا تبقى تبدأ باقي الجوانب وارجع لكم تاني. بصوا دلوقتي عملت المنظم اهو، تمام، شايفينه ولا ايه؟ اهو بصوا ده شكله، بس انا لسه ما غلبتش الكرتون، حتى بصوا اتعورت، باينه اتعورت وجعني قوي، دي اخره الليل العب بالنار. المهم بصوا انا عملت منظم كده. اوه يا ايدي، الشمع ده على فكره خطر خطر خطر، ربنا يعافينا. المهم بصوا انا عملته كده بالشكل ده، وهرص الشرابات كده بالطول، وهوريكم هرصها ازاي. بس دلوقتي هغلفه بالستيكر. بصوا هغلفه بالستيكر اللون ده اهو، لونه ذهبي كده، هيمشي معايا مع لون الاوضه، انا عندي اوف وايت في ذهبي، فاللون ده ان شاء الله هيبقى حلو، هو ذهبي كده. انا لسه ما ظبطتش البتاعه دي، فايه هغلفه وارجع لكم تاني. بصوا انا دلوقتي بعمل الغلاف اهو، بقص الغلاف على قد المنظم بتاعي. بصوا انا ظبطت الحواف من هنا على قد ما قدرت، مش عارفه اقص دي كمان عشان متعكسنيش وانا بعمل البستيكر. وعلى فكره المنظم ده يعني انا شايفه ان هو مش محتاج وقت، حلو، بس انا اللي مغلبني فيه الشمع، لان مش عندي بلاستر اللي هو بتاع البويه ولا الكرتون ده، فهو ده اللي مغلبني ان الشمع هو ايه وجع لي ايدي. هنقص كده. هو حلاوه الستيكر ده بصوا متقسم كده، تمام، حد الخط ده وهقص. بسم الله. بصوا بصوا اهو هو مرقم كده، ويوريني هنا ازاي استخدمه، فانا هعمل كده، تمام كده، هشوف المقاس بتاعه الاول، تمام، وبعد كده ابدا الزق. حلو، هنعمل كده. نتأكد بس انه هيغطي كل الجوانب. بسم الله. ودلوقتي اخيرا خلصت المنظم بتاع الدرج بتاع الشرابات، بعد طلوع روح طبعا علشان اتلسوعت بقى من الشمع وكده. هو على فكرة في طرق كتير للمنظمات بتاعت الدروج، منظمات الشرابات وغيره وغيره. ان شاء الله في كل حلقة كده هعمل لكم منظم. وده كان اول منظم معانا، واول مرة اعمل عملية يدوية. وباين عليا كده حرة ما اعمل عملية يدوية تاني، عشان اللسوعة اللي انا اتلسوعتها من الشمع.
بس حاجة ظريفة يعني حلوة، يعني نظمت لي الشرابات قوي. شايفين يعني؟ بصوا بصوا شكلها عامل ازاي دلوقتي. بصوا انا هقول لكم انا عاملة الشرابات كده ازاي. ده كده شراب فردتين على فكرة، وده كده برضو شراب، تمام. وفين تاني؟ ودي ركبة. الركبة اللي الطبية اللي بتتلبس لما الواحد ركبته تبقى وجعان. انا هوريكم دلوقتي انا بعمل الشرابات كده ازاي، ماشي؟ اهو بصوا شكله حلو صح؟ يعني بصوا التقسيمات، حاسه انه ظريف. انتوا ايه رأيكم؟ اعمل تاني يعني اعمل حاجات تانية؟ بصوا هنا يعني انا معرفتش اقفلها كويس لان تعبت صراحة وايديا كلها وجعاني. بس ايه، انا خير يعني، حابة اعمل حاجات كتير. عندي الادراج كلها عايزة لها منظمات والله. المهم انتوا عارفين الدرج ده قبل ما يبقى كده، بصوا كان يعني الشرابات كان كل ما تتطبق واحطها فوق بعض، طبعا دي شرابات جوزي، فلما يجي ياخد حاجة يقلب لي كل الدرج على السرير. فالدنيا كانت مستوى على ايه، عملنا له منظمة اهو. الدنيا تمام. دلوقتي انا هوريكم الشرابات انا بعملها كده ازاي، شكلها حلو ومش بتاخد مكان. يعني ده كده فردتين، هوريكم دلوقتي اعملها ازاي. بصوا الشراب اهو، تمام. شايفين ولا ايه؟ اهو الشراب اهو، تمام اهو، حلو كده. ادي الفردتين، اروح عامله كده 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 كده. الشراب ده تخين بس عشان خامته فوطه شتوي، يعني لو الشرابات التانية مش هيبقى كبير كده. بصوا ونعمل كده، شايفين؟ شايفين ايه رأيكم؟ مش حلو؟ هو تخين كده بس عشان شراب فوطة. نشوف شراب من الخفيف. بصوا يعني ده، بصوا عامله ازاي. بصوا ادي فردتين، طبعا دي مش شرابات يعني عشان حجمها كبير انا عارف. بصوا الشراب اهو حلو. هروح كده الفه كده 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 كده، كأننا بنعمل ورق عنب كده. وبعد كده اجيب دي، بصوا هتبقى الاتنين دول اهو، تمام. هروح جايبه دي اللي من ورا دي وعاملها كده. هنوسع الاستك انا عارفه، بس هو اصلا واسع اهو. بصوا كده، ايه رأيكم؟ مش حلو؟ حلو ولا مش حلو؟ والله حلو ومش بياخد مساحة. ادي المنظم دلوقتي اهو. بصوا ده شكل الدرج دلوقتي بعد ما خلصته اهو. يعني سبحان الله، قبل ما اعمل المنظم كان كل حاجة متنعكشة فيه. دلوقتي بصوا بقى في مكان فاضي كمان حاطة فيه ازازة برفيوم. يعني بصوا بقى كمان في مكان فاضي اهو، شايفين؟ فكده طبعا، وانا مبسوطة صراحة ان انا عملته، عشان كده هيوفر لي مكان، وفي نفس الوقت هيعرفني يعني اللي هيجي ياخد شراب يجي ياخد كده وخلاص، وتاني مرة برضو يجي ياخد كده وخلاص، وهكذا تمام لحد ما ايه وماشي. وانا برضو لما وبعد ما يتغسلوا نفس الكلام، هطبقهم واعملهم التطبيقة دي واحطهم كده اهو. ايه رأيكم؟ بجد قولوا لي ايه رأيكم، يا ريت كده تشجعوني عشان اعمل عملية يدوية تاني. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى يعني ان هو يكون عجبكم. طبعا باقي الشرابات في الغسيل لسه ما نشفتش، فان شاء الله هجيب باقي الشرابات وهملى ده كله وده كله وده كله باذن الله. انا شايفه ان المنظم ده حلو، مش عشان انا عملته وتعبت فيه، لا عشان نظم لي الدنيا. يعني بصوا تطبيقة الشرابات دي كمان عجباني قوي،
خلت يعني ايه، خلت الدنيا مترتبة قوي ومش هتخلي في فوضى كده في الدرج. يا رب ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى انكم تشوفوه وتقولوا لي رايكم في ايه في ايه. وما تنسوني، معلش انا مش قادره اتكلم لاني فعلا تعبانه. ما تنسونيش بقى في الشير واللايك واشتراك في القناه، وقولوا لي رايكم في التعليقات ضروري. وطبعا انا اول مره اعمل عمليه يدويه، فيعني ايه كويس ان انا طلعت حاجه زي كده. يعني دلوقتي اقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تروحوا تشوفوا المنظم اللي هتعمله لنا موني على قناتها، وانا ان شاء الله هسيبه لكم، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، وسلموا لي عليها وقولوا لها احنا جايين من عند شيماء قناه بيتي جنتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب فيديو موني يكون ايه يعجبكم باذن الله. وأتمنى لايك وشير واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.